ممكن اسلم عليك بس اسلم عليك. بسم الله الرحمن الرحيم متابعينا الكرام، اهلا وسهلا بحضراتكم في هذا اللايف وهذا البث المباشر. امام حضراتكم الفنان الكبير احمد حلمي، وهو يعني متعب ويعني يتلقى واجب العزاء من ضيوفه والفنانين الذين جاءوا لهنا لتعزيته. طبعا زي ما حضراتكم شايفين حزن شديد للغاية وألم أيضا لا يضاهيه ألم وحزن لا يضاهيه حزن. هنا الفنان الكبير أحمد حلمي يتلقى واجب العزاء، رحمة الله على شقيقه الشقيقه الأستاذ خالد محمد حلمي. والآن زي ما حضراتكم شايفين حضرت الى هنا متابعينا الكرام، حيث بصوا مش قادر يا جماعه، مش قادر، متعب للغايه. ادعوا له بالثبات وادعوا لشقيقه يعني التعزيه. حضرت الى هنا متابعينا الكرام الفنانه الكبيره لبلبه، كما حضرت ايضا الفنانه الكبيره يعني فيفا عبده، كما حضرت ايضا الفنانه الراقصه الاستعراضيه دينا، كما حضرت كندا علوش الذي امامكم يظهر في الصوره الان، هو الفنان يعني الفنان الكبير احمد حلمي. ونرصد مع حضراتكم تفاصيل الاولى لنهايه العزاء، بنتكلم في نصف ساعه فقط وينتهي العزاء. كل نجوم الفن بلا استثناء قد حضروا، كل نجوم الفن بلا استثناء قد حضروا. طلب طبعا ان هو يعني ميه عشان تعبان وشرب ميه وقعد امام حضراتكم. ندعو حضراتكم جميعا ان تدعوا له بالرحمه والمغفره لشقيقه وله بالتعزيه. اذ نتقدم في موقع الحدود الفني بخالص التعزئه لروح الشقيق الفنان احمد حلمي. انه من الفنانين المحترمين جدا الذين اذا قالوا فعلوا، والذين لديهم رصيد كبير جدا 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 من حب الجمهور. بتكلم على حوالي اكثر من 1000 فنان وفنانه قد اتوا الى مسجد الشرطه بالشيخ زايد، لم يستطيع حتى الوقوف لمده 3 ساعات متواصله، هي من بدء العزاء من الساعه 5 حتى اللحظة، أكثر من 4 ساعات متابعينا الكرام وهو واقف يعني يتلقى واجب العزاء دون كلل ودون تعب، ولكن أرهقه التعب وأخذ في الجلوس ينتظر الخروج وينتظر معزيه الذين جاءوا من كل حد وصوب لتعزيته. حزن شديد للغاية وألم لا يضاهيه ألم وحزن لا يضاهيه حزن، هنا في مسجد الشرطة بالشيخ زايد، حيث أمام حضراتكم يتواجد الفنان الكبير أحمد حلمي بعد حزن شديد، بعد ألم شديد، بعد أن يعني أبكانا في العزاء الماضي الذي أقيم في مدينة بنها. خلينا أقول لحضراتكم، أصيب شقيق الفنان أحمد حلمي وهو الفنان خالد محمد حلمي، أصيب بوعكة صحية، دخل على أسرع المستشفى، ومن ثم متابعينا الكرام حدثت يعني الوفاة. كتب الفنان الكبير أحمد حلمي على منصات السوشيال ميديا الخاصة به، وأيضا كتبت زوجته الفنانة منى زكي تعليقات يعني وكتابات تنبئ وتدعو الجمهور للدعاء له بالرحمة والمغفرة. ما زالوا ضيوف يتواجدون، وما زال هو الفنان أحمد حلمي يتلقى العزاء، وما زال الحزن داخل العيون وداخل القلب أيضا. ادعوا وقولوا البقاء لله، البقاء لله يا جماعة، البقاء لله، البقاء لله، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الفنان الكبير أحمد حلمي في حزن شديد، والسبب شقيقه. انظروا إليه وهو يجلس الآن متعب منهك، انظروا إليه متابعينا الكرام وهو يجلس الآن متعب منهك، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حزن شديد للغاية، ألم شديد للغاية. ادعوا له، ادعوا له. الحقيقة خلينا أقول لحضراتكم أنه أقيم عزاء سابق في مدينة بنها، حيث مسقط رأس الأستاذ خالد محمد حلمي عبد الرحمن، وهو شقيق الفنان، هو شقيق الفنان الكبير أحمد حلمي. أقيم العزاء في مدينة بنها، وما بعد إقامة العزاء في مسقط رأسه بلحظات يعني نشر الفنان أحمد حلمي والفنانة منى زكي تغريدة على موقع إكس ومواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بهم،
قائلين بأن العزاء أخي الحبيب سوف يكون في مسجد الشرطة بالشيخ زايد اليوم بعد صلاة المغرب. الحقيقة بعد صلاة المغرب بدأت متابعينا الكرام بدأ العزاء واستقبل الفنان الكبير أحمد حلمي ضيوفهم من الفنانين داخل المسجد لتلقي العزاء وتلقي أيضا المحبين. يمكن من خلينا أبرز أقول لحضراتكم أبرز الحضور كان الفنانة الكبيرة لبلبة، الفنانة الكبيرة يسرى، الفنانة الكبيرة فيفا عبدو، الفنان الكبير مجد المصري، الفنانة كندا علوش وزوجها، الفنان الكبير هاني رمزي، نجوم الوسط الفني بأجمعهم، نجوم الوسط الفني جميعهم قد حضروا إلى هنا حيث مسجد الشرطة بالشيخ زايد لتقديم واجب العزاء للفنان الخلوق الجميل أحمد حلمي. ما ترونه أمام حضراتكم متابعينا الكرام هو نتاج 4 ساعات من الوقفة وتلقي العزاء، فقد أنهكه التعب، والآن هي اللحظات الأخيرة في العزاء الخاص بشقيقه. طبعا إذ ونحن ننقل لحضراتكم في هذا البث، إذ ننقل معكم أيضا حزن شديد للغاية، وأيضا ننقل لحضراتكم ألم كل الفنانين الذين حضروا أسبوع، خلينا نسميه أنه أسبوع أسود على الفنانين، لأنه وخلال الأسبوع الماضي فقد الوسط الفني أكثر من نجم وشقيق نجم. تكلم على الفنان أشرف عبد الغفور وما حدث له وانهيار ابنته ريهام، بنتكلم على الفنان الكبير شقيق الفنان طاهر أبو ليلى، شقيق الفنان أحمد حلمي. أسبوع كان سمي في الوسط الفني بأنه الأسبوع الأسود في نهاية هذا العام. خلينا أقول لحضراتكم وإذ الجمهور أكثر الفنانين أكثر من الجمهور، وإذ حالة من حالات الحزن تعم المكان هنا في مسجد الشيخ زايد مسجد الشرطة حيث عزاء شقيق الفنان أحمد حلمي. طبعا هنا الزاهد قد جاءت وأيضا كان ليها أول ظهور مع طليقها هنا الزاهد وطليقها ظهروا هاني رمزي ومن معهم كوكبة من نجوم الوسط الفني، يمكن أغلبهم قد غادر، ولكن تتواجد الآن الفنانة من شلبي في الداخل ومعها شقيق ومعها زوجة الفنان الكبير أحمد حلمي في الداخل، أيضا تتواجد السفيرة حزن شديد للغاية وألم الفراق الذي لا يوصف هنا متواجد. ما زالوا الفنانون يأتون من كل حد وصوب لتقديم واجب العزاء للفنان الخلوق أحمد حلمي. يا جماعة ادعوا له بالرحمة والمغفرة، يا جماعة ادعوا له بالرحمة والمغفرة، ادعوا لشقيقه بالرحمة والمغفرة وادعوا له بالتعزية. انظروا كيف يجلس الآن الفنان أحمد حلمي وهو في حزن شديد، كيف تكاد عيناه تبكي لولا أن هناك مرصاد وهو لا يريد أن يراه الجمهور كهكذا. خلينا أقول لحضراتكم وخلال الفترة الماضية خلينا أقول لحضراتكم أنه بنتكلم على في مدينة بنها والعزاء اللي أقيم في مدينة بنها حيث تواجد الفنان أحمد حلمي وكان حزينا للغاية، وكان أيضا الفنانة منى زكي زوجته في حزن أيضا شديد، ولكن أقيم العزاء هناك في مسقط رأس شقيقه الفنان خالد محمد حلمي، وأقيم معها الطقوس الرسمية الخاصة بالعزاء هناك. ما نراه الآن هو دخول الفنانين إلى مسجد الشرطة بالشيخ زايد لتقديم واجب العزاء في الشقيق الراحل شقيق الفنان أحمد حلمي. خلينا أقول لحضراتكم متابعينا الكرام أنه وخلال 3-4 ساعات الماضيين مخرجين من كل مصر والوطن العربي قد أتوا، أيضا فنانين من كل الوطن العربي قد قدموا، أيضا نجوم بتكلم على نجوم كبار جدا ولديهم باع طويل في عالم في السينما ومجال التلفزيون والدراما وقد أتوا، أمثال يسرى ولبلبة وفيفا
عبده الجميع قد أتى وعنده يعني طبطبة على الكتف وحضن يحتضن أحمد حلمي في مؤسسته وأيضا طبعا. ونحن نقدم لحضراتكم في هذا البث المباشر إذ نتقدم لأسرة الفنان أحمد حلمي بالعزاء ولجمهوره بالعزاء. طبعا شايفين التعليقات كلها البقاء لله والله يرحمه، ادعوا له أكتر يا جماعة لأن الفنان أحمد حلمي في أشد الدعاء. كان ارتباطه بشقيقه ارتباط قوي جدا، وكان يعني لما رحنا بنها عشان نغطي العزاء الأول رأينا الحزن في أعين الأسرة والأصدقاء، ورأينا كمية حب كبيرة للفنان أحمد حلمي في بنها. بتكلم على بنها كلها جات يا جماعة تعزي في العزاء الذي أقيم في دار عبد المنعم رياض في هناك في إحدى المضايف الخاصة بتقديم العزاء. طبعا نجوم الوسط الفني جميعهم قد حضروا لهنا، بتكلم على فيفا عبد ولبلبة، بتكلم على نجوم تقال جدا، يمكن من العزاءات اللي توصف بأنها عزاء ثقيل هو ده، لأنه بنتكلم التجميعة دي ما تجمعتش غير لأن الفنان أحمد حلمي يمتاز ب يعني بالأخلاق الحسنة الحميدة، وكمان بيمتاز بطيبة القلب والجميع يعشقه سواء كان جمهور أو حتى من أخواته الفنانين. إذ نتقدم في نهاية هذا البث لحضراتكم بأن تدعو له بالدعاء ليتجاوز هذه الأزمة، وأيضا أن نتقدم لكم بطلب بسيط رجاء ادعوا له بالرحمة والمغفرة، كما أرجو حضراتكم أن تقرأوا له آيات من القرآن الكريم لتختتموا به وتشاركوا حزنه. أحسنت يا أستاذ.